العبارة في المنطقة شرق النهر. منطقة شرق النهر تتألف من 7 قرى، عدد سكانها يتألف تقريبا من 100,000 نسمة. لا يوجد قناة تواصل إلا من جسر روسي، والجسر الروسي مسافته تقريبا 35 كيلومتر حتى يصل المواطن إلى مدينة دير الزور، وهذا مكلف على المواطن، على الطالب، على الموظف كثيرا. فبادر الأصدقاء الأشقاء الإيرانيين إلى بناء عبارة بالإمكانات المتوفرة ولتخديم المواطنين والجيش الموجود في شرق النهر لتسهيل عبورهم، والعبور لا يكلف 10 دقائق فقط. طبعا الأصدقاء الإيرانيين مشكورين على هذه الخدمة مجانا بدون أي مقابل، ليلا نهارا على مدار 24 ساعة. في البداية في خدمة القوات الجيش العربي السوري المتواجدة هناك، في المرحلة الثانية في خدمة المواطنين في الطرف الثاني. في حال عطل يطرأ في العبارة ليوم أو يومين، صراحة المواد الغذائية، المواد المعيشية ترتفع ضعفين في المنطقة شرق النهر، لأن العبارة هي تكاد تكون الوسيلة الوحيدة للتواصل مع شرق النهر. ونأمل قريبا أن يكون بدل هذه العبارة جسر حربي يخدم منطقة شرق النهر، جسر حربي حتى نكون متحسبين لكل الظروف الطارئة، وخاصة نحن في منطقة فيها مد وجزر بين وعلى تماس مع التحالف وقوات قصد.